اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، أجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقتي بلاء قد فككتها. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك عسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم. قال سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. هذا الحديث يشير إلى واحد من خلص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك هو أحد الأركان الأربعة الذين مثلوا النواة الأولى للتشيع، وهو أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد. يسمونهم علماء الرجال بحسب رواية وتعريف الإمام الصادق أنهم الأركان الأربعة. يعني هذا أول من وقف بجانب أمير المؤمنين سلام الله عليه وأسسوا بداية التشيع والمحبة لعلي بن أبي طالب وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. نظرة خاطفة إلى هذا الحديث ثم نعرج على الشخصية، وهي شخصية أبي ذر الغفاري. يقول: ما أضلت الخضراء، أضلت الظلال، والخضراء إشارة إلى السماء،
أو كناية عن السماء، لأن العرب تسمي اللون الأزرق يسمونه أخضر، وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، إشارة إلى الأرض. رجلاً أصدق لهجه، يعني لا يوجد ما بين السماء والأرض رجل صادق لهجه كأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. طبعاً الجواب يقول هذا مو من باب الإطلاق العام، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والأئمة بلا شك أعلى مرتبة من أبي ذر الغفاري، ولكن هذه إشارة إلى صدق هذه الشخصية وما تمتعت به من صدق وأمانة بحيث امتدحها رسول الله. هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وبسند صحيح لا ينكره أحد، يبين مقام أبي ذر الغفاري. بداية، كيف تعرف أبو ذر إلى الإسلام؟ بداية دخوله إلى الإسلام، طبعاً هو من الذين أدركوا الجاهلية وزمن الإسلام. أكثر اللي كتبوا في سيرة أبي ذر يقولون كان أبو ذر رجلاً من المتألهين. شنو معنى المتألهين؟ يعني من الذين يعترفون بوجود إله في زمن كان الناس يعبدون فيه الأصنام. في ذاك الزمان، زمن الجاهلية وزمن الأصنام، كان أكو في فئة من الناس تحترم مقولها، وفي ناس ما كانت تحترم مقولها نهائيا. مثلا أكو واحد في كتاب حياة الحيوان للدمياري يقول في مادة ثعلبة الجزء الأول يصف واحد من العرب من هؤلاء الذين احترموا عقولهم، يقول كان جاء إلى بيت يعبد فيه الأصنام، محل مسوين معبد حاطين فيه أصنام صغار كبار أشكال، يقول هذا دخل إلى هذا المعبد وإذا بثعلب جاء يأكل ما يوضع قرابين في ذلك المعبد. يقول أنا كنت طالع الثعلب شو أسوي له؟ يقول أكل ذاك الثعلب وما شفت الأصنام حركت شيء، وما شفت الأصنام انترعت أو نطقت، لا تنطق ولا تتكلم، وإذا بهذا الثعلب إجا وصعد على رأس الصنم ورفع رجله وبال عليه. قاعد يقول من ضمن الأشعار، يقول ورب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يقول شلون انا اعبد رب وهذه صفة هذا الرب ان الثعلب يكون على رأسه، فترك عبادة الاوثان. لكن لما يجي الى حياة عمر بن الخطاب زين، هو ينقل نفسه انه يقول لما كنا نعبد الاصنام في ذلك الوقت، يقول هو يتكلم، يقول كنت اصنع صنم من التمر، يجمع التمر زين ويشيل منه الطعام كذا فيصنع منه صنم ويجلس في عبادته. يقول فاذا انتابني الجوع نهشت منه واكلت. زين فكر على الاقل يعني ان هذا الصنم انت صنعته بيدك وأنت أكلت منه، فكيف يكون لك ربا؟ سبحان الله. أما أبو ذر يقول حتى في الجاهلية ترك عبادة الأصنام وكان يتأله، يعني يعبد الله أو يعبد ما هو خالق لهذا الكون، من هو خالق لهذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى، ويترك عبادة الأصنام. وهي نماذج المتألهين في زمن الجاهلية، يوجد منهم نماذج كثيرة، يعني هي فقط إنسان يحترم عقله، نسميها هذه الطريقة، إنسان يحترم عقله لأن عبادة الأصنام خلاف الفطرة الإلهية. فكان أبو ذر على هذه الشاكلة إلى أن
جانب مكة فتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الرسول في بداية دعوته كان الرسول فتعرف على رسول الله وعرض عليه النبي الإسلام، فكان من أوائل الذين أسلموا. هذا الخط بعد خطين هذا الخط واحد، يعني لما اجيب لبقية الصحابة إلا الآن هم عندهم في المقدمة وفي الواجهة، هذا متى أسلم؟ مثل عمر مثلا متى أسلم؟ بعد سنوات من بداية البعثة. لكن مثلا خالد بن الوليد، زين هذا اللي يعتبرونه بطل وكذا، متى أسلم خالد بن الوليد؟ هو من الطلقاء. زين معاوية شايل الدنيا على رسول الله، قضية معاوية من الطلقاء، يعني السنة الثامنة للهجرة، السنة السابعة للهجرة، هذول أسلموا من بداية الدعوة، يعني انشربت عقولهم وأسلموا عن قناعة. أبو ذر وردهم على شاكلته، أسلموا بقناعة، مقتنعين بالإسلام، مقتنعين عقلا بهذا الدين، بتفكر، بروية. بلا شك إسلام هؤلاء أثبت وأقوى، ومنهجهم أقوى وأفضل من غيرهم. فكان أول من أسلم، وفي بعض الكتب الواردة من طريق السنة أنه رابع رجل أسلم وأعلن إسلامه أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، رابع واحد من الذين أسلموا وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله. أبو ذر شارك في غزوات رسول الله، كل الغزوات شارك فيها، وكان بطلا من الأبطال، معروف بقتاله وشجاعته. سيدنا يعني أضف إلى ذلك أن من الصحابة من هرب يوم أحد، هرب جماعة من الصحابة، وينقل صاحب كتاب حياة محمد، حسنين هيكل، الطبعات الأولى، أو الثالثة، نحن الطبعات الأخيرة بدلت فيها هذه الحقيقة. الطبعات الأولى كان يذكر أن الأول والثاني والثالث هربوا من ساحة المعركة وذهبوا إلى مكان اسمه العريش، هناك جلسوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله، بخلاف علي بن أبي طالب وأبو ذر وهذه الفئة المؤمنة، أحاطوا برسول الله وحاربوا على النبي حتى كادوا أن يقتلوا في ذلك اليوم في يوم أحد. عموما أبو ذر شارك في بدر وأحد والمعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان شجاع. بداية التحول أو أهم النقاط في حياة أبي ذر الغفاري كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان أحد الرافضين لبيعة الخليفة الأول. ما بايع، وهذه الظاهرة أن أكو ناس ما بايعوا للخليفة الأول، هذه ظاهرة ملفتة للانتباه، نسأل ليش ما بايعوا؟ سبب عدم مبايعتهم للخليفة الأول ذكروا في كتاب الاستيعاب وفي كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، عددهم تقريبا فوق 35 أو 40 رجل لم يبايعوا الخليفة الأول، عارفهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأبو ذر والمقداد وسلمان، وذولا مو أرقام يمكن أن نتجاهلهم. يعني أنت لما تقول أبو ذر ما بايع أو سلمان ما بايع، دولة مو ناس باصطلاحنا خردها لهم قيمة في المجتمع الإسلامي. لابد من باحث عن الحقيقة، والذي يريد أن يصل إلى الحق يبحث لماذا هؤلاء وهذه الفئة ما بايعت الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان أحد
المعتصمين في دار الزهراء سلام الله عليها، بحسب الرواية الموجودة في كتاب البحار أنه لما دخلوا على دار فاطمة عليها السلام ما كانت فاطمة لوحدها في الدار، كان علي ومعه أبو ذر وعمار والزبير وبعض وجوه بني هاشم كانوا في دار الزهراء سلام الله عليها. إذا صحت الرواية طبعا فإنها تشير إلى أن أبا ذر كان أحد الذين اعتصموا في دار علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بعد وفاة الزهراء أحد الذين شيعوا فاطمة، وهذه مرتبة يعني مو كل واحد علم بموت الزهراء، هذه وفاة الزهراء اكتنفتها أسرار، فلم يكن لأي أحد شرف الحضور في تشييع فاطمة، اللي شيعوها فئة قليلة من ضمنهم سلمان والمقداد وعمار وأبو ذر وبقية بني هاشم عبد الله بن عباس والعباس بن نبي ذر اللي حضروا إلى تشييع فاطمة الزهراء عليه السلام، وهذا يعطينا تصور عن قرب أبي ذر من علي بن أبي طالب عليه السلام. زين في زمن عمر طبعا انشغل أبو ذر بهذه الفتوحات والمعارك والحروب فقد شارك فيها، وراح نتكلم ان شاء الله بعض الليالي عن حقيقة هذه الفتوحات في زمن الخلفاء الثلاثة فيما تبقى من الليالي، والله يعودنا وإياكم ان شاء الله على مثل هذه الليالي والأيام في خير وصحة وعافية وثبات على ولاية محمد وآل محمد. يعني كانت حافلة سنوات عثمان بقضية أبي ذر ومعارضة أبي ذر، هذا اللي يبحث عن فكرة المعارضة في الإسلام هل هي موجودة ولا لا، وحتى لما يتكلمون يشوف الوهابية أن المعارضة حرام وأن من ينطق بكلمة عند الحاكم حرام وكذا، يقول لا اقرأ التاريخ شوف أبو ذر كان أوائل المعارضين وأوائل الذين رفعوا كلمة الحق في وجوه السلاطين، أبو ذر كان واحد من هؤلاء وهذا ما نشك فيه أساسا. زين في زمن عثمان أولا كان أبو ذر الغفاري موجود في المدينة، لما تولى عثمان زمن عثمان كان زمن مظلم على المسلمين بما الكلمة من معنى. أولا عثمان ماذا فعل؟ أبو جماعة رسول الله في حياته من بداية الدولة الإسلامية طردهم من المدينة، ومنهم هؤلاء مروان بن الحكم وأبوه الحكم بن العاص، هذا قال لهم اطلعوا من المدينة، كانوا الطلقاء لكن لما اجوا المدينه ما احترموا انفسهم، كانوا يثيرون الفتن ضد النبي، يشتمون الرسول سرا، سووا معاهدات ويا المنافقين، والفوا الناس ضد النبي، وتحالفوا ويا اليهود. هي مشكله، يعني انتم الان الرسول عفى عنكم، على الاقل تحترمون انفسكم. ذولا جمعهم النبي هم ثلاثه وطردهم من المدينه. بعد ما يشوفهم في المدينة دوروا لكم وكانوا عاش النبي في المدينة 10 سنوات، زين آخر 3 سنوات دولة كانوا مطرودين، في زمن أبو بكر كانوا مطرودين، في زمن عمر كانوا مطرودين، لكن لما جاء عثمان جابهم كانوا لأن إنسانها في قرابة بينهم وبين جابهم من خارج المدينة وأسكنهم في المدينة وأعطاهم المناصب وأغدق عليهم من بيت مال المسلمين. يعني هذا تحدي للنبي، النبي قال ما أريد أشوفهم بالمدينة، وهذا يعتبر تحدي واضح لرسول الله. الآن لما تناقشهم هذا ما يعتبر مخالفا لأوامر النبي.
وعثمان لهم دور في المدينة، وعثمان يريدهم في المدينة، يعني عناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر اعترض على هذه المسألة وخاطب عثمان. هذا أول شيء اعترض على أبو ذر. من ضمن الأمور التي اعترض عليها أيضا قضية أن عثمان جعل المناصب كلها إلى قرابته، يعني عبد الرحمن بن عوف عديلة ما أدري بن خالدة عطاء منصب ولا على الإقبال المسلمين، وثلاثة أربع أموال المسلمين في جيب الفرس. هذا موجود بالتاريخ. اللي يحب يراجع الطبري، اللي يحب يراجع الفتنة الكبرى الدكتور طه حسين، الفتنة الكبرى قسم عثمان اللي تكلم عنه جاب هاي الروايات بالتفصيل. فأول شيء فعله أنه أغلق عليهم من الأموال، فتشوف المناصب قائد الجيش عمله، ما أدري منو بن خالد زعيم ما أدري إيش مدير ما أدري شنو، وهذا خاله وزير المالية وفلان مثل ما موجود عندنا. يعني هاي الطريقة ما تنتج دولة سليمة. لذلك ليش عثمان الناس كلها قامت عليه على أبو بكر وعمر؟ أعلن ثورة ولا حد قال لي أولا، بينما الخليفة عثمان صالح عليه ثورة، والناس لأنه وصل مثل ما يقولوا ضفح الجيل، وصلت المسألة إلى درجة بحيث أن أموال مصر كلها أعطاها إلى عمرو بن العاص هدية لأنه ولد عمه، زين، وأموال الشام كلها يتصرف فيها معاوية لأن من أهزاها والأبناء عمومته. هذا الآن جعل رجل مثل أبي ذر الغفاري يندفن ويثور على عثمان، بل ويؤذن الناس على عثمان. فماذا فعل عثمان؟ عثمان لما رأى حال أبي ذر أنه يتكلم وأنه لا يترك يعني مجال يجتمع فيه الناس إلا وتكلم بكلمة الحق، لما رأى على هذه الحال طلب من عثمان أن يغادر المدينة، وبالفعل نفاه من الشام. فأخذ أبو ذر عياله وانتقل إلى الشام. هنا لا بأس أن نشير إلى فكرة جميلة، أن أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليهم أينما ذهبوا نشروا ولاية علي بن أبي طالب. سبحان الله، وين ما يروحون يأخذون وياهم هذه البذرة، هذه البذرة الرائعة وهي حب أهل البيت عليهم السلام. الآن البحوث والدراسات اللي تتكلم عن بداية التشيع في أرض الشام كلها ترجح أن من بداية من زرع التشيع في أرض الشام هو أبو ذر الغفاري. في أرض مصر أول من نشر التشيع مالك الأشتراك ومحمد بن أبي بكر. جميل. في البحرين من نشر التشيع عمر بن أبي سلمة، زين، هذا الوالي أمير المؤمنين على البحرين. وكذلك صفصع بن صفحان العبدي، هذا المدفون في قرية عسكر، زين، هؤلاء نقلوا تشيعهم وولائهم لعلي بن أبي طالب إلى هذه الأرض. رشيد الهجري هجر الأحساء، تسأل ليش هجر كلها شيعة أو الأحساء بها شيعة؟ هذا السبب. اليمن، خراسان، زين، أصحاب الأئمة عليهم السلام وأصحاب علي بن أبي طالب. أما اليمن، اليمن حالة خاصة، إلى زمن ظهور الإمام المهدي التشيع يرفع رايته رجل اسمه اليماني وهو من أنصار صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. أما التشيع في اليمن فأول من بذر بذرته هو علي عليه السلام بنفسه. الإمام علي بعثه رسول الله إلى اليمن، طرش إلى اليمن في أنه أبو قبائل هناك
يدخلون بالإسلام وما شابه، فبعث النبي علي بن أبي طالب وقال لأهل الكلمة: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ما طلعت عليه الشمس. وراح الإمام علي إلى اليمن ومكث شهر أو أشهر، ثم رجع من اليمن. وإلى الآن علي بن أبي طالب عليه السلام له آثار في اليمن. إلى الآن أكو بعض المساجد قديمة من زمن النبي، مبنية من زمن النبي، بناها علي عليه السلام، وضع قبلتها علي بن أبي طالب. ومن غرائب هذه المساجد، من الغرائب اللطيفة في التاريخ، يعني أن القبلة لما طلع الآن الأحداثيات اللي والبرامج الجديدة الموجودة في الإنترنت، وتقدر تسوي أحداثية من محراب المسجد إلى الكعبة على أساس تتأكد من أن هذا المسجد قبلته صحيحة أو مو صحيحة. زين، الآن في هالزمان ممكن لما يسوون أحداثية من محراب المسجد اللي أسس عليه ابن أبي طالب ووضع قبلته إلى جدار الكعبة بالسالفة، تكون القبلة صحيحة 100%. أما غير الأماكن، شوف احنا متى اعتدلت قبلة البحرين؟ إلى الآن مساجدنا حتى اللي بنيت ما بقولك بعيد، حتى اللي بنيت في التسعينات بعضها قبلتها مو صحيحة. شوف مسجد الموجود في الدير الجامع، إذا بكم ما بنوا المسجد كذا يكتشفون أن قبلته غلط، مع أنه الزمن تطور موجود مواصلات وكذا. ولا ندش أكثر من مسجد يا أخي، ما أدري ليش، هي عيب من المقاولين أو من أهل المنطقة، ما ندش مسجد إلا القبلة محطوطة بشكل والزولية مسوية بشكل على أساس ما تضيع القبلة. ومن البداية حتى أقدم مسجد في البحرين مسجد الخميس، هذا أقدم مسجد، ويجي بعد المسجد يسمونه الرفيع، هذا موجود في البلاد بلاد القديم، هذا أقدم مسجدين، وكلاهما أخذ مسجد الرفيع يقول الآن غيره شوي قبلته عدلوها. أما مسجد الخميس بحسب يعني الأحداثية الموجودة في المحراب، آثار المحراب القديمة، لما سوى الأحداثية إلى الكعبة تلاحظ أن القبلة تقريبا يعني منحرفة 21 درجة، هذه نسبة كبيرة يعني في ذاك الزمان. مع ذلك في زمن الإمام علي هو وضع القبلة بيده إلى مسجد اليمن، وقبلة أثرية ومسجد قديم، مع ذلك القبلة يعني متواصلة إلى جدار الكعبة بشكل دقيق 100%. سبحان الله. عموما أينما ذهبوا نشروا التشيع أصحاب أمير المؤمنين، وكذلك شيعة أهل البيت، وين ما يروحون في زمن الاضطهاد طلعوا محارم، وين راحوا؟ راحوا بندر بنجر، هذه في إيران، وراحوا زنجبار في أفريقيا على أساس تجارة اللؤلؤ، وكانت ذيك الفترة زنجبار يعني تحت الحكم العماني، فكان اضطهاد في البحرين، طلعوا وراحوا إلى زنجبار. ونقلوا التشيع إلى زنجبار، نتكلم عن شيء عمره تقريبا 300 سنة 400 سنة، وإلى الآن بقيت العوائل هناك في زنجبار. نتكلم عائلة الشافوري وعائلة رحمة وعائلة سبحان الله، عوائل محاورة في زنجبار، وما زالت عوائلهم وطبائعهم القديمة اللي اختفت من البحرين موجودة. يعني رجالهم إلى فترة بسيطة هاي الفترة مالت البحار التغطيرة مالتهم، ونسوانهم حتى الهيئة الدفة الشكل يسمونها الصوان في الآن الصوان إلى الآن موجود في زنجبار. وما نقلوا فقط اللباس ونقلوا الشكل، لا، نقلوا ولاية علي بن أبي طالب بلاد الكرام، مآرب قديمة
إلى الخارج، وإلا كل الخليج بلا استثناء، كل الخليج شيعة الكويت بحارنا، شيعة عمان بحارنا، شيعة قطر وأبوظبي بحارنا من أبي المئة، حتى أسباب كثر طالعين من البحرين، وكل نفس تشيع الآن نبرش فيها من نفس التشيع ما بقي إلا البحار من دبر عمر 6-7 عوائل انتوا باليومين لله وكذا سووا لهم حسينية في الدوحة عمرها ما يقارب الآن 250 سنة، وسووا لهم أكثر حسينية في أنظر حسينية البحار من 1709 ميلاد عمر الحسينية الموجودة في أبو ظبي، وغير الحسينية الموجودة حسينية البحار في عمان في مسقط وفي مطرح. إذن سبحان الله، يعني اللي يحملون ولاية أهل البيت ينقلون معهم حب علي أينما ذهبوا، وهذا يقول يعني مما يثبت الصدق أننا على ولاية آل بيت محمد. ولما نقول الشام يعني انت تتكلم عن عاصمة بني أمية، عاصمة بني أمية سبحان الله. بقى يؤلم الناس على معاوية، يقول لهم معاوية يلعب بأموال المسلمين، معاوية يحتكر الأموال. في ذاك الوقت كان معاوية يتفنن نور الطباخين عنده في المطبخ، يذكرون التاريخ شلون كان ياكل أمعاء البط المحشومة بالفستق ما أدري إيش، والناس ميتين جوع في أرض الشام وغير أرض الشام، مو بس على الشيعة، ترى الشام كلها سنة وما كانوا شيعة. مع ذلك هذه سياسة بني أمية بالتضييع، يلعب في أموال المسلمين، يهدر أموال المسلمين. وقف له أبو ذر، كان يخاطبه مباشرة، وكان ويخبر الناس بأفعال معاوية. لذلك حتى بعض الكتاب قالوا أول من أسس الاشتراكية في دول المسلمين في الدولة الإسلامية هو أبو ذر الغفاري، وقع لا اشتراكية ولا شيء، إنما رجل نطق بالحق، رجل نطق بالحق لا أقل ولا أكثر. فكتب معاوية إلى عثمان، إن كان لك في الشام حاجة فأخرج منها أبا ذر، وأخرج من الشام وأرجع إلى المدينة. ما لم يكمل عاما واحدا في المدينة، ما كمل عام، وإذا بعثمان أمر بإخراجه بعد أن ضرب، ورواية موجودة أن الرجل قد ضرب ضربا مبرحا، وأخرج من المدينة. كلمة الحق تتطلب من الإنسان موقف، يعني قد يعاني واحد يقول هذا يعني ما عنده عائلة، ما خاف على عائلته، ما خاف على نفسه يموت، لا مو قضية خوف على النفس. الأثر اللي بقى من أبو ذر بقى للسنوات، بقى للأجيال، رغم أنه تضرر قتل نفي إلى هذه البقاع البعيدة، مات غريبا تأذى، لكن مع ذلك صدح بكلمة الحق وأرضى ضميره. وهذا من أعظم الجهاد، هذا من أعظم الجهاد. نسأل الله أن يفرج عن المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص الرموز الذين بذلوا جهدا كبيرا في الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وعن المؤمنين والمؤمنات. أبو ذر الغفاري بعد أن أخرج من المدينة لفوه إلى منطقة الرملة، الرملة ما كانت يعني منطقة مسكونة، الرملة منطقة بعيدة تقريبا 90 كيلو من المدينة المنورة، وهو قريب ولم يكن
معه إلا زوجته وابنته، وأخرج من المدينة على ناقة في وقت صيف ووقت متعب وهو مريض عليه، فوصلوا إلى منطقة الرمل وهناك لم يستطع أن يتحرك، وكان وصل إلى مرحلة الاحتضار. رضوان الله عليه اتخاطب زوجته تقول له يا أبا الأرض تموت ونحن في أرض وليس معنا ما نغسلك به حتى الماء معنا وليس معنا ما نكفنك به. قال لها لا تجزعي فقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف الثبات القريب على ولاية النبي والتمسك برسول الله. صدقوا هذه الفئة اللي آمنت بالنبي عن قناعة كاملة، قال أخبرني حبيبي رسول الله أنه يأتي الآن قوم من جهة الفلانية من جهة المشرق، قوم من العراق صفتهم كذا وكذا، وفيهم فلان وفلان، وقال فئة من المؤمنين وهم من يقومون بتغسيلي وتكفيني. وبالفعل يقول الروايات أخذ الزوجة تذهب على التل تقف ثم ترجع إليها ثم تذهب إلى أن بدأت ترى القافلة، فجاءت القافلة وأخبرتهم أن هناك رجل من أصحاب رسول الله وهو أبو ذر، فجاءوا مسرعين إليه وفدوه بآبائهم وأمهاتهم. قالوا صاحب رسول الله؟ قال نعم. جاءوا إليه وعند ذلك توفي رضوان الله عليه، فقاموا بتغسيله وتكفينه ودفن في مكانه في الرمدة، وبقى القبر معروف ومعلوم المكان. أحدثني واحد من أشراف المدينة من المعاصر الموجود الآن يقول إن أجداده كان عندهم الحجرة اللي كانت على قبر أبي ذر ومكتوب عليها بالخط الكوفي هذا قبر أبي ذر، يقول طبعا مش ناجح وأخفيت، ولكن معالم القبر معلومة إلى الآن. طبعا إحنا إذا تروح إلى المدينة أو تروح إلى مكة زين تزور النبي وتزور الأئمة عليهم السلام، ممنوع للإنسان أن تنظر إلى تاريخ الإسلام عليه كله، يعني شاروا التاريخ أي شيء له علاقة بالتاريخ حذفوه، ولو بيدهم حتى قبة النبي يشيلونه وقبر النبي يشيلونه وغيروا معالم الحرب في مكة، وبقوا قبل سنوات يعني حتى في السبعينات قالوا بيشيلون الحجر الأسود وقالوا بيشيلون مقام إبراهيم. ليش؟ يعني مجرد عندهم حب التسلط بالعقيدة الوهابية. عموما هذا الرجل كما قال رسول الله أنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، هكذا كان أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله. لكن أبو ذر الغفاري مات وكانت معه زوجته وابنته. الإمام الحسين سلام الله عليه مات غريبا عطشانا ورط جسده، لم يمثل ولم يكفن. هذه بنت أبو ذر الغفاري ودعت والدها، لكن الإمام الحسين عنده يتيمة ما استطاعت أن تودع والدها، ما استطاعت أن تودعه في كربلاء، لكن رأته في عالم الرؤيا، فالله يزيد أن يأتوا برأس الحسين ووضع في ذلك القش. هذه يتيمة الحسين وهي باب من أبواب الحوائج، نظرت إلى رأس أبيها الحسين عليه السلام وهي تقول
المسجد.